بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نحن معكم في هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به، مع وصية عظيمة وهي من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس. كان ابن عباس كما عند الترمذي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت فرصة في الدعوة إلى الله وإلى الإرشاد والتوجيه، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وعند عبد بن حميد وأحمد: احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ أوامر الله ونواهيه، لا يفقدك ربك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، احفظ أوامر الله بامتثالها ونواهي الله باجتنابها. احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله، لا يفقدك ربك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، يحفظك، يحفظ لك أمورك في الدنيا وأمورك في الأخرى. احفظ الله يحفظ، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظ الإنسان أوامر الله ونواهيه حفظ الله عليه دنياه وأخرى. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهه، تجد أمامك، فإن الله يحقق لك مبتغاك. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت طلبت اسأل الله جل وعلا، لا تسأل غير الله، لأن الله جواد كريم، وقد أمرنا بسؤاله. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين أي حقيرين ذليلين. وقال: واسألوا الله من فضله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اسألوا الله من فضله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا سألت فاسأل الله، فالذي يسأل الله، الله أمرنا بسؤاله، وفي الأثر: من لا يسأل الله يغضب عليه. ولذلك قال أحدهم: لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم
إذا سئل يغضب أو كما قال الناظر، أن الذي يسأل هو الله وحده، وأن الله قال إذا سألت فاسأل الله لا تسأل غير الله جل وعلا، لأن الله خيره كثير، كما في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا حديث أبو ذر أخرجه مسلم في باب الظلم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت أردت معونة، أردت عونا فاستعن بالله. ونحن نقرأ في صلواتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين طلب المعونة، استعين بالله. إذا أردت معونة استعين بالله. واعلم يا ابن عباس، ولتعلم أنت وليعلم الجميع، أن الأمة لو اجتمعت، الأمة جميعها رجالها ونساؤها، كبارها وصغارها، فقراؤها أغنياؤها، أقوياؤها ضعافها، لو اجتمعت جميعا على أن ينفعوك بشيء، ينفعوك، يريدون نفعا لك، اجتمعوا لينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. لن يعطوك شيء إلا شيء قدره الله لك في الأزل. وإن اجتمعت الأمة بجميع أشكالها وألوانها وحيثياتها على أن يضروك، يدخل عليك ضررا، لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، لأن الله قال، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له في الأزل. ولذلك فليطمئن الإنسان أن النفع بيد الله، وأن الضر بيد الله جل وعلا، وأن المخلوق لا نفع له ولا ضر، وأن ذلك كله مربوط بإرادة الله وقدرة الله وقدر الله، وأن الإنسان مفعول به وليس فاعلا في هذا الكون. إذن واعلم أن الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف أن يبست، لأن هذا كتب في الأزل، كتب في الأزل. وفي رواية عبد بن حميد والإمام أحمد: واعلم إذا واعلم في الزيادة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أخطأك من المقادير ومن الأشياء إلى غيرك، ما أخطأك فتيقن أنه ما كان ليصيبك. لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولو أني ما جئت هنا لما حصل كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن كما قال الله: قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما أخطأك من خير أو ما أخطأك من شر إلى غيرك، ما تجاوزك من خير من نفع أو ضر إلى غيرك، فاعلم أنه ما كان ليأتيك ولو فعلت كل حيلة وفعلت كل أمر، لأن هذا ليس مقدر لك. واعلم أن ما أخطأك يا ابن عباس ما كان ليصيبك، ما جاوزك من المنافع أو المضار إلى غيرك ما كان ليصل إليك، لأن الله ما قدره عليك إنما قدره على غيرك. وما أصابك من خير أو نفع أو ضرة أو غير ذلك ما كان ليخطئك، ما أصابك أنت ما كان ليتجاوز غيرك، ولو فعلت ما فعلت ما كانت، لأن الله كتبه عليك. وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ما أصاب الإنسان هذا قدر الله، لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول ما قدر الله وما شاء فعل،
لأن أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، ولا تنفع الحيل في قدر الله جل وعلا. واعلم يا ابن عباس، وليعلم الجميع أيضا، أن النصر مع الصبر، النصر على الأعداء مع الصبر، لأن الصبر عاقبته حسنة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعاقبة الصبر الجميل جميلة، وأفضل أخلاق الرجال التحمل. واعلم أن النصر على الأعداء بالصبر، والنصر كما يقول العرب النصر صبر ساعة. واعلم وأن الفرج مع الكرب، الفرج الخروج من الغم، الخروج من الضيق، أن الفرج مع الكرب. إذا كرب الإنسان كلما ضاقت اتسعت، إذا ضاق الأمر اتسع، كما هي قاعدة فقهية أو ضابط فقهي، الأمر إذا ضاق اتسع. واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث حديث فيه جملة من الوصايا تجعل الإنسان يرتاح، يرتاح باله، لأن ما يجري في الكون كله قدر من الله، لأن هذا الذي يسير الكون هو الله جل وعلا. ما هناك قوة بشرية تسير الكون، تدبر الناس، تدبر ولكن الناس يدبر فيهم، الناس تخطط وهناك قدرة فوقهم تخطط فيهم، الناس يظنون أنهم هم الفاعلون وهم المفعول بهم. فهذا الحديث نأخذ منه جملة من الوصايا التي تنفعنا هنا في هذه الدنيا. علينا أن نحفظ أوامر الله. من أراد أن يحفظه الله فليحفظ أوامر الله، فليحفظ أوامر الله. لا يفقدك ربك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. يحفظك الله جل وعلا، يحفظ لك قوتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك منزلك، يحفظ لك وظيفتك، يحفظ لك كل أمرك، لأنك حفظت أوامر الله. لأن الحسنة الحسنة بشبيهها، أو الحسنة بعشر أمثالها، ولأن الجزاء من جنس العمل. إذا حفظ الله حفظك الله سبحانه وتعالى، وإذا ضيعت أوامر الله ضيعت الله جل وعلا. أن السؤال واللجوء وطلب المعونة من الله جل وعلا. الإنسان يسأل الله، يظهر فقره وحاجته وتضرعه إلى الله جل وعلا. وأن الذي يسأل والذي يطلب والذي يستعان به والذي يستغاث به والذي يلجأ إليه هو الله جل وعلا. وأن الأمة كبيرها وصغيرها لا حول لها ولا قوة ولا تدبير لها، وأنه يدبر عليها. أن الأمة لو اجتمعت الإنسان على أن يفعلوا له شيئا لا يفعلون له شيء، وإذا أرادوا أن ينفعوه أو يضروه لا يفعل له شيء إلا ما كتبه الله له من الخير أو من الشر. وأن ما أخطأ الإنسان، ما أخطأ الإنسان من خير أو نفع، أنه ما كان ما أخطأه وتجاوزه إلى غيره ما كان ليجد ذلك الشيء، ولو أخذ من الحيل ما أخذ وأخذ من الأسباب ما أخذ، أن ذلك لا يغير في الأمر شيء. كثير من الناس يظن أن الأسباب ويظن أن المسائل هذا كله قدر الله وكله مقدر، ولكن الإنسان عليه فعلا أن يأخذ بالأسباب، ولكن عليه أن لا يتكل على الأسباب، ويعرف أن هذا وراءه عظمة الله ووراءه قدرة الله، وأنه عليه وأن يتسبب، ولكن هذا الذي يتسبب به هناك قدرة الله تتحكم فوق ذلك كله. فبالتالي على الإنسان أن يطمئن أن ما أصابه من خير أنه الله هيأ له ذلك، وأن ما أخطأه من شر أو من خير أنه ما كان ولو أخذ من الحيل ما أخذ، أن ذلك الخير أو ذلك الشر ما كان ليصيبه، لأن الله ما كتبه له، لم يكتب له ذلك الشيء.
فعلى الإنسان أن يطمئن، وعليه أن يعلم أن النصر مع الصبر، وعليه أن يعلم أن الكرب أن الفرج بعد كرب، وأن بعد كل عسر وضائق بعده يسر. هذا يجعل الإنسان يرتاح. ولذلك هذه الوصية وصية لابن عباس، وهي وصية لنا، ليست وصية خاصة لابن عباس، بل هي وصية لكل واحد منا، لأنها تجعل الإنسان يطمئن ويرتاح ويستريح ولا يخاف، لأنه يعرف أن المدبر هو واحد، هو الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعي ذلك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يتقبل الله منا ومنكم القيامة والصيام وجميع الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.